يوسف النهارده اداني كتاب فاضي وقال لي اكتبي فيه القصه اللي انت عايزاها زي ما انت شايفاها. انا مش عارفه يوسف بيحاول يلعب معايا لعبه، بيحاول يحسسني ان انا سندريلا وان هو الامير، بس دايما ساره بتفكرني ان انا عمري ما هكون سندريلا، وغادة كمان فكرتني بنفس الموضوع. أنا مش عارفة أتصرف إزاي، بس أنا لازم ألاقي حل.